هي لجائحة السارس كوف 2 في بلادنا. فخلال 24 ساعة الأخيرة سجلت على المستوى الوطني 903 ديال الحالات الجديدة، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في بلادنا إلى حدود هذا الوقت إلى 53,252 حالة، أي بمعدل إصابة تراكمي يساوي 146.6 لكل 100,000 نسمة، علما أن المعدل العالمي للإصابة حاليا هو 303.7 لكل 100,000 نسمة.